من خلفي دمار كبير نتيجة قصف روسي قبل الهدنة بساعة. الطيران الحربي استهدف الآن مدينة كفر حمراء، ومنذ الصباح إلى الآن بأكثر من 55 غارة جوية على المدينة. آخر غارات الجوية قبيل الهدنة بنصف ساعة أدت إلى استشهاد أكثر من 15 شخص، أغلبهم من نساء وأطفال. ثلاث عائلات الآن بخلفي تحت الأنقاض. الدفاع المدني يقوم بإنقاذ وإجلاء إن كان هناك أي أحياء تحت الأنقاض أو شهداء. الله اكبر الله اكبر. احد الناجين ابو احمد، هذا ابو احمد، هذا ابو احمد احد الناجين. الله اكبر يا شباب، الله اكبر، الله اكبر. رجعوا بابا طلعنا اول ولد. الله اكبر. واحدة هاي واحدة الغارات صار فيها مجزره، فيها لحد الطوابق، في كل طابق فيه عيلة، والعدد الاشخاص ما بنعرف والله اعلم. يعني هاي قبل الهدنة بساعه